تمثل السياحة الدينية في اليمن إحدى أبرز الأنماط السياحية ذات الخصوصية والتفرد، وتتمثل بمراقد الأنبياء وتعدد المدارس الدينية وبوجود الكثير من المعالم الإسلامية المعمرة التي لا تزال قائمة إلى اليوم، كالمساجد والمزارات والأضرحة والمعابد والمدن المقدسة. ويبرز قبر النبي هود عليه السلام بمنطقة بيرهوت في حضرموت كواحد من المزارات السياحية التي يقصدها الزوار لإحياء أيام وليالي محددة في شعبان من كل عام بعادات وتقاليد معينة. تعتبر زيارة قبر النبي هود لدى الكثير مقصد ديني، بينما هناك من يعتبرها موسما تجاريا أيضا، حيث يحرص الزائر على اقتناء الهدايا من السوق لتقديمها لمن يريد بعد الانتهاء من موسم الزيارة الذي يرتبط لدى الكثيرين بزمن مكان المناسبة. وأن يوفر حظنا من هذه البركات النازلة. تتخلل هذه الزيارة العديد من المناسبات الدينية مثل قراءة القرآن والأذكار والدروس الدينية والموالد الجماعية. زيارة نبي الله هود واجتماع لفئة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله في الفترة الأخيرة وصل عددهم إلى 50,000 يجتمعون على الذكر والتذكير. غالبا تبدأ المجالس من الصباح الباكر، يجتمع الناس فيقيم المجلس للذكر، ثم في آخر المجلس يقوم أحد العلماء ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. هنا وعلى طول طريق العودة يعرض العديد من الباعة بضائعهم المتنوعة في الساحات العامة بالشعب لتكوين ما يشبه بالسوق المصغر الذي لا يخلو تقريبا من أي سلعة أو خدمة قد يحتاجها الزائر. يسعى الباعة إلى توفير كافة الخدمات والبضائع المتنوعة للضيوف والزوار، فتجد المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس التقليدية والألعاب والهدايا والأكلات الشعبية وحتى أسواق الماشية. نقدم للزوار طلبات من ماء بارد، من عصائر، من هدايا للأطفال. الأسواق الشعبية هذه من التراث الماضي كما كان سوق عكاظ، فهذا السوق له أقدمية بالنسبة للأسواق القديمة وحضرموت التجارة وحضرموت نشر الإسلام، حيث ربطوا تجارتهم بالدعوة إلى الله في شرق أندونيسيا. تستمر هذه الفعالية لثلاثة أيام، هي 8 و9 من شهر شعبان من كل عام، إذ يحرص الآلاف من الزائرين على حضور زيارة قبر النبي هود كما يعتقدون. يأتي الزائرون إلى هذا المكان، البعض منهم لزيارة قبر النبي هود والآخر للتسوق في أسواقها الشعبية. تختلف المقاصد والهدف واحد. حداد مساعد، قناة بلقيس، شرق حضرموت.